صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة التوراة لأجل بيان مواضع الانحراف فيها ومجادلة الكفار بذلك؟ هذا لا يكون إلا لأهل العلم المتمكنين، أما الجاهل وأما المبتدئ في طلب العلم فلا يصلح أنه يقرأ بالتوراة والإنجيل، لئلا ينطلي عليه شيء من ما حرف وزيف فيها، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم وأهل البصيرة. نعم.